سعيد بأنه صاحب سيارة في ميدان الطائف في هذا العام، أتمنى له التوفيق ولكل المشاركين. أيها الأعزاء، انطلاقة جديدة، واحد الزملاء المعلقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، متواصلين مع حضراتكم في هذه الانطلاقات، في هذا النقل الحي والمباشر عبر قناة الريان الفضائية. نتواصل مع هذه الأحداث ونتواصل مع هذه التحديات، وننطلق في سابع الأشواط الذي اندفع بهذه الأعداد الهائلة، معلنا بدء رحلة جديدة، معلنا مسافة 3 كيلومترات عمر هذا الشوط. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. أيها الإخوة المتابعون، هذه المقدمة وهذه الصدارة وهذا اللي في مقدمة الشوط، هذا هو مكلف على المقدمة وعلى الصدارة، حمد بن طالب بن عمارة المري مع مقدمة الشوط، يليه الباز وشعار سيد، وهذا جابر بن سالم بن جبران المري مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث هذا هو الرامس محمد بن جار الله بن ضرمان مع المركز الثالث ورابع المراكز الحنيش، طالب بن ناصر المجذور على رابع المراكز وخامسها الهباب. أحد المناطق الجميلة وأحد المناطق المميزة في على الناموس وانتزاع هذه النقطة، بينما الضيوف الهباب على المقدمة، الباز قادم، الباز اللحظات الأخيرة، شعار بالسعودي على المركز الثالث، هنا زيدان ولكن الأقرب للناموس، هذا هو الباز، هذا هو بن جبران مع المقدمة، يلا يا بن جبران، اللحظات الحاسمة يحسمها بن جبران، نعم حسمها مالك الباز، أهنيك يا مالك سيد، يا مالك الباز على هذا الفوز المميز في هذا الشوط. المركز الثاني زيدان محمد بن علي بن سعيد الكتبي، المركز الثالث عبيد بن سلطان بن علي الكتبي، المركز الرابع وصل مهاجر عوضه بن راشد بن علي المري، المركز الخامس شاهين لعبد الله بن فضي بن ثابت العنزي على المركز الخامس. تهانينا والناموس. إذن التوقيت الزمني الذي سجل مع الباز 4:40، 68 جزءا من الثانية. الباز جابر بن سالم بن جبران المري، أهنيه على هذا الفوز. المركز الثاني زيدان محمد بن علي بن سعيد الكتبي، 4:40، 70 جزءا من الثانية، صاحب المركز الثاني زيدان، تهانينا والناموس. المركز الثالث الهباب عبيد بن سلطان بن علي الكتبي، التوقيت الزمني 4:40، 92 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس لكل الفائزين في هذا الشوط.